الحمد لله المباراة تاع اليوم قدرنا نفوزوا بها، وهذا الفوز اللي نجمو نقولوا معنوي اكثر من اللي رياضي، باسكو هذا الفوز كنا نحتاجوه في شحال باش نقدروا نكملوا في المشوار تاعنا. وهذه القفزه النوعيه اللي درناها اليوم والفوز اللي حقه اللاعبين بالمجهودات تاعهم والاراده تاعهم، نشكرهم ثاني من هذا المنبر. الحمد لله من بدايه المباراه حتى نهايتها وحنا فايزين. كان بعد فتره لقاء وين كنا على كنا في مستوى مليح، الى انه كنا نتراجعوا بعض الاحيان، وهذا نظرا للتعب ونقص التحضير ونقص الامكانيات اللي مر بها النادي. الحمد لله قدرنا نحقوا هذا الفوز اللي خلينا في المسار تاعنا باش نقدروا ان شاء الله نكملوا اكثر، بالك الى كتب ربي على الاقل نخلوا الفريق في القسم الممتاز في المراحل القادمه ان شاء الله. لا يعني المباراه اجرت على نظن نقسمها على مرحلتين، المرحله الاولى تاع الشوط الاول اللي وين كنا خارج اطار خاصه في الهجوم، لما فريق يسجل 5 اهداف في 30 دقيقه يعني مش شيء عادي، ضيعنا بعض الكرات، ما كناش منضبطين من الناحيه التكتيكيه، يعني الشيء اللي خلانا نسجلوا 5 اهداف. في الشوط الثاني رجعنا يعني ودينا تعليمات اللاعبين، تفوقنا بفارق 2، لكن نقص التركيز يعني وتضييع كرات من 6 امتار يعني ضد حارس المرمى، الشيء اللي اثر علينا بالسلب واعطى الفريق الخصم يعني مولودية سعيدة يعني جرعه باش يعني يرجعوا، وكانت عندهم الاراده اكثر منا، تحكموا في خاصه من الناحيه الذهنيه والتركيز، كانوا مركزين في اخر المباراه عكس لاعبينا اللي كانوا يعني ممكن فقدوا التركيز. هذا الشيء اللي اعطى الاولويه للفريق مولودية سعيدة، نباركوا لهم الفوز وان شاء الله راح نداركوا ونصلحوا اخطائنا في الجوله القادمه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الفوز اللي جاء بفضل المجهودات اللي بذلناها وانا نبذلوا فيها من انطلاقه الموسم. الحمد لله هذا الفوز كنا نقارئوا له في شحال، انا في بريس في سام ماتش، انا في واحد الباركور دايرينها شغل سلسله هزائم، حبينا باللي هذا ما شاء الله يكون ديكليك تاعنا ويكون الانطلاقه الحقيقيه تاع مولودية سعيدة في هذا الموسم ان شاء الله. مباراه كانت مليحه مع فريق سعيدة غني عن التعريف، في لاعبين دوليين دي زونسيان اكسبيريمونتي يعرفوا كيفاش يجيريوها. المباراه كانت متكافئه في الاول، كنا ند مع الفريق، وتسرب بعض اللاعبين مع لي سسبونسيون اللي كانوا عندنا بزاف في الماتش، مع التعب تاع اللاعبين هما اللي خلاونا ما نجيبوش نتيجه مسعيده. ان شاء الله نعوضوا في قادم مباريات ونشكروا، نطلبوا السماح من الانصار تاعنا.